بس السيد أسعد والفنان الأمير أسعد الفنان. تحية للجميع رسميين إعلاميين وللحضور الكريم والعارضين. تحية للست. أنا غطيس من 50 سنة. هاي أول شغلة. أنا برسم وما كنت عارف إن عندي رسومات بحرية كان ممكن جيبها. مش الحال إن شاء الله مرة تانية بتسير. وأنا فنان مسير نوعة من الفن. رح أحكي كلمة كتير صغيرة كلها على بعضها دقيقتين بس. بس لحتى أقول إنه ما عم بحكي شعر، عم بحكي لما بقول الفن، الفن زينة الحياة، زينة الطبيعة والإنسان، زينة كل الأوطان في خضم صخب مجتمعات وصراع السياسات. وكما الفن كذلك الرياضة، والفن التشكيلي زينة الفنون، كما أن الغوص في الأعماق زينة الرياضات، لما تحمل هذه الرياضة من روح التضامن والاتحاد، حيث يكون الفريق وحدة متكاملة تصل إلى حد التصاق الأرواح بعضها ببعض، فيصبح الكل مسؤولاً عن الكل، وحياة الفرد جزءاً من حياة الآخر، فتتجلى المحبة ويولد الإبداع. وطني وطن الجمال، رغم كل ما حصل ويحصل من محاولات التشويه اليائسة، وما ترونه اليوم ما هو إلا دليل صارخ على مقبول. فمقابل الإهمال المزمن كانت هناك أيام بيضاء نظيفة مؤمنة مثابرة عنيدة تتفوق على الأيام الملوثة القبيحة والأنانية. عدوة النظافة والجمال في كل المراحل والحقبات، هذه الأيام البيضاء تعمل بصمت القديسين لتبعث الروح في مفاصل هذا الوطن الحبيب، فيعود رغم كل ظروف وطن الجمال والحب والحياة. وبناء عليه نتوجه بالشكر اللامتناهي لكل من ساهم وسعى لإحياء هذا الحدث الفريد من جمعيات ومؤسسات وأفراد وإدارات خاصة ورسمية محلية ودولية، كما نتمنى على الوزارات المعنية أن تستمر في عملها الدؤوب في هذا الإطار، تاركة السياسة للسياسيين لما لدورها من أهمية قصوى في عملية زرع الجمال والعناية به ورعايته، كي يطغو على كل ما عداه من تشويه لحقيقة هذا الوطن الذي لن يكون إلا جميلاً رائعاً كما كان على الدوام. عاشت الأيادي البيضاء ليعيش الوطن ويستمر. يعطيكم الله. بدي اقول لكم ناس من كل الشخصيات، تفضل على ورا على الريبان كرمال قبل الافتتاح. بكره بعثت البيت. والله مهمه.